كرعه كله طالع اهو على طول. اصل الجو اصل الجو النبي بيبقى كده تمام، وبعد كده بيبقى كده لما بيطلع، وبعد كده بيبقى كده الفينش الاخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جدعان هنشوف الكوارع الجاموس زي ما انتم شايفين اهي، لسه نازله بضاعه من العربيه. واول حاجه يا معلم بتتنفخ اهي، تمام اهي، ده اللي قداماني وده اللي وراني. اللي قداماني يا جدعان هو بينفخه، انفخ اللي قداماني ده بيقلب الكارع اهو، تمام اهو. هينفخ الوراني مش هيقلبه، على عدلته كده زي ما هو من الجلده الفوقانيه اهي. أربعين واحدة دول يا جدعان، أربعين إيه؟ أربعين واحدة جاموس، أفخم أنواع الكوارع. يا الجاموسة ما فيهاش إلا الكارع يعتبر، صح يا محمد؟ أكيد طبعًا. بيحطوا إيه يا جدعان الأول؟ القداماني زي ما قلت لكم اللي هما دول. لو في حاجة مشعرة ما تبقاش لوحديها، مشعر. بينزلوا في الحلة هنا، بس دي معمول فيها كوارع أهي. يعني المايه وسخه يا جدعان عشان دي معمول فيها كوارع من الصبح، تمام؟ هو بينزل الشعر والعرش بتاع الكوارع اللي قبل كده اهي. ليه طول عمرنا بنغسل القداماني الاول يا خال؟ ايه؟ عشان بيطلع ضروري بيطلع الاول والقداماني بعد كده. القداماني بيطلع رقم اتنين يعني. عشان كده بيخلوا القداماني الاول والوغاني ايه بعد منه، عشان الوغاني اللي بيطلع الاول، تمام؟ عندنا هنا تمام؟ بعد ما تطلع من الحله دي تقوم جايه زي كده اهو، وبعد كده بقت كده، وبعد كده بقت كده يا معلم. ده كده في الثلاجه يا باشا، الثلاجه. خلينا بقى في الحله بتاعتنا دي، اخر جزء اهو، تمام؟ محمد يا قشر، الجاموس اللي ضيع لي فلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده يا جدعان بقى ايه في البدايات اهو. انت شغال كده الكوارع طلعت ولا لسه؟ هي عايزه حاجه صغيره بس. فاضل لها السيكه صح؟ طب تعرف ازاي ان هي طلعت ولا لا يا محمود؟ تعالى بقى اقول لك ده بيطلع ازاي؟ صلى على النبي. اقرب كده. بص يا غالي، اول ما بنسخن عليه الميه ونيجي نطلعه اهو. اهي زي ما انت شايف. كده الكارع تمام. طب هي طلعت ولا لا؟ نشوفها يعني كده الشعر بيطلع اهو. نشوف دي بقى. دي طالما صباعك يا غالي دخل جوه هنا كده طلعت يا كمان. طب نجرب مع بعض. بسم الله. عليك يا بلد. حبيب قلبي. طلع اهو مظبوط. اخر ست كوارع في الحله هنا، هنعمل ايه؟ هنخش عليهم تحدي احنا السته، تمام؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، ست انفار. ست انفار، كل واحد هيمسك فرد الكارع وهنشوف الدنيا فيها ايه ومين اللي هيخلص الاول، تمام؟ اللعب ده الناس هي اللي هتحكم. اللي هيكسب هياخد ايه، واللي هيخسر هنعمل فيه ايه، وهنعمله في الفيديو الجاي. يعني اللي هيتعاقب هيتعاقب في الفيديو الجاي، واللي هيكسب خلاص هيكسب وخلاص الموضوع خلص، تمام؟ يلا يا عم حت. استنوا بقى التحدي يا جدعان في اخر الفيديو اهو. بص الكوارع بتعكش اهي، بعد ما كنت تطير فيا زي ما توقعت بالظبط، طارت فيا والله اهي. جت فين؟ فالتعكيش ده بيطير يا جدعان. بص اضرب. عايز واحد اقفل. عمرو اقفل المكنه خالص. ايه يا عم زيد؟
مش اسد ولا حاجه والله محمود، كل ما تقعد في المايه السخنه كل ما تبقى سهله في الطلوع، بس احنا بنصعبها ليه؟ عشان احنا محتاجين الدفر يبقى احمر، لو قعدت في المايه السخنه شويه هتغمق، هتبقى لونها مطفيه، نيجي نحطها على الفرش الزبون هيقول لك دي بايته وهي اساسا طازه، بس المايه السخنه هي اللي غمقت ايه الدفر بتاعها. حبيبي يا معلم، قد الدنيا يا باشا. دي كده يا جدعان الكوارع دي طالعه في وقتها المظبوط اهو. عكش عكش، بسم الله اضغط. التانية جت فيا برضو، ناخد زاوية كده. انت بتعملها عندي يا ابني ولا ايه؟ بحبك يا جدو حبيبي يا غالي، ما ترموش الكرة ده بقى. هات انت عايز نجمتين ولتر ايه؟ انا نجمتين وانا لتر. ده عايز كرعين وراس. استنى ماله بقى اهو؟ قول لي دي تفاديل ولا ايه؟ الكرع لسه الرحيم بتاعه اهو. ده انا اول واحد خلصته وعدلت، اول واحد خلص الكرع لسه في الحته دي، ما نتمسحش من الفيش. انتوا اللي هتحكموا يا جماعه. اه دي مشطوفه ومرميه في البرميل من بدر اهو اهو. واخدين بالكم؟ ما تطرفتش اساسا يعني، كله بيطلع في التحسين. وبعد المايه السخنه واخد عنده التحسين اهو، ده التحسين اللي انتوا شايفينه اهو، بيضرب خرطوم المايه في الكرع مكان المكان اللي بيخش منه الهواء ميه، عشان الكرع يتفرد الزقر اللي جوه ده يظهر والكلام ده، ويعرف يجيب كل شعرايه فيه اهو. الرجاله شغاله زي ما انت شايف اهو. تمام، احلى مسا على الرجاله. احلى مسا على الرجاله. كده بقى يا جدعان اقول لكم اعملوا لنا لايك، ها واللي ما اشتركش في القناه يشترك وخلاص، ولا هنحكم على حد ولا هنعمل حاجه لحد، احنا هنرمي السلام وخلاص. السلام عليكم.